فأصلي سنة الفجر إذا كنت متأخرا. نعم، يصلي راتبة الفجر قبلها ولو قام متأخرا، يصليها قبلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام هو وأصحابه في بعض أسفارهم واستيقظوا بعد طلوع الشمس، أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يصلوا راتبة الفجر، ثم أمر أو قيمة الصلاة فصلى بهم صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا.